سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية. شكرا 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 شكرا. وهران الباهية، اعطونا صغاريت على وهران. اذا نتشرف اني نكون هنا اليوم بيناتكم في هذه الحفلة الرائع، هذا الجمهور الاروع. على بالي بلي بطيت عليكم، كان من المفروض نجيكم في مارس، ولكن معليش هذا كي بطيت هكذا ماهيش، هي خارجة عن نطاق إرادتي. أنا كنت باغي نجيكم، عندها بزاف بزاف بزاف، ولكن معليش هذه أول مرة وما راحش تكون آخر مرة. إذا نشكر الديوان الوطني للثقافة والإعلام على هذا الحفل الرائع، وعلى 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 مساهمتهم في، لأنه الديوان الوطني للثقافة والإعلام برامج الطفل عندها مكانتها، إذا هذا الشيء مهم جدا. واليوم اليوم تاني معنا مؤسسة شروق تي في، شركة رامي وشركة مهبول. شفتوا لي شيبس عمو يزيد؟ إذن لي شيبس عمو يزيد هادو باش نفهموكم، اليوم عطيناهمكم بالمجان. هذا الشيبس راح يباع، والأرباح رايحة تروح باش تجهز الأطفال المعوزين والمحتاجين بالأدوات المدرسية في كل سنة. شكرا 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 شكرا، ربي يوفقنا ان شاء الله. انا قبل ما نبدا الحفل هذا عندي بعض الاسئله لكم يا اطفال. شكون اللي يقدر يقول لي شكون اول شهيد اعدم بالمقصله، ولكن في اي يوم وفي اي سنه؟ عطيني الشابه هذه، كيسموك؟ احمد زباده. كيسموك؟ نور. نور، شحال في عمرك نور؟ 8 وش هي 8 هذه؟ 8 سنين. 8 سنين، الله يبارك الله يبارك بنتي. شاطرة شاطرة. وش هو الجواب؟ أحمد زبادة. زبا؟ دا زبا؟ أحمد زبانة. زبانة في أي سنة؟ في الميكرو.
ما على بالكش؟ شكون يعرف في أي سنة؟ شكون يعرف؟ هو السؤال. هو الشهيد أحمد زبانة. حقيقة ما نقدرش نجول وهران بلا ما نهضروا على أحمد زبانة الله يرحمه. إذن السؤال اللي فيه الهدية هو اليوم والسنة، في أي يوم وفي أي سنة؟ شكون يعرف؟ عطيني الميكرو للشاطر هذا. كي اسمك؟ شمس الدين. شمس الدين، شحال في عمرك؟ 11 عام. 11 عام. أي يوم أي سنة أعدم الشهيد أحمد زهانة؟ 1956. إيه، واليوم؟ معليش ابقى معنا، إلى ما صابوش اليوم نعطوك أنت الهدية. شوف الشاطرة هذه، واسمك؟ آلاء. آلاء، شحال في عمرك آلاء؟ 11 سنة. 11، نعم، الله يبارك. وش هو الجواب؟ 19 جوان. برافو برافو برافو، تعالي بنتي. طلعي معنا. أرواحي، يلا بنتي تعالي. شكون اللي قال 1956؟ تعال أرواح. أرواحي بنتي منا. أرواح، باش نكونوا عندنا شوية تاع العدل. على بالي بلي اليوم ما يرقدش. أرواح. تعال. إذن أحمد زبانة رحمه الله كان أول شهيد أعدم بالمقصلة في يوم 19 جوان 1956. ولكن على بالكم باللي أحمد زبانة اعتقل في اليوم الأول من الثورة، اعتقل في اليوم الأول لأنه أعدم، لأنه قام بعملية فدائية في 31 أكتوبر، يعني في الليل تاع ليلة أول نوفمبر 1954 ألقي عليه القبض، ولكن أعدم في العاصمة في سجن بربروس في سنة 1956 19 جوان. رحم الله الشهيد. أعطيني الهدايا تاعهم. زيد لي الهدية تاعها، تفضل. إذن ولدي رامي راعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها، واعطيه الهدية تاع الشاطرة هذه تاني. يلا إذن بنتي مهبول يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها وتكونوا شاطرين إن شاء الله. تصبح حار عليهم. شكرا. شكون يعرف الأغنية تاع ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي؟ غنينا. معلش تعال. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، سيعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ديري الواجبة تاعك انت يا. نعم. شاطرة. نعم. قعدي تغني معايا. إذن قاعد تغنوا معايا. ويلاتي يا ويلاتي. بأشد العقاب. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، تعاقبني معلمتي بأشد العقاب. قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكم. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكم. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. نسيت فروض الغداء وصرت الآن في مأزقي، ضيعت وقتي سودا في اللعب
وجود الغدا وصرت الآن في مأزقي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا 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 شكرا. إذن أحبائي لازم تحفظوا المقطع الأخير وتأكدوا عليه، هو المقطع اللي يقول من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي ديما ساكن قلبي. نحبك يا أمي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك أباتي، أنتم حياتي وسر سعادتي. تغنوا كاع معايا قبل ما نغنوا هذه الأغنية ولا نكملوا الأغنية ومن بعد نطرح لكم سؤال؟ يلا نكملوا الأغنية. يجري في دمي وديما ساكن قلبي. أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك أباتي، أنتم حياتي وسر سعادتي. لا أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك أباتي، أنتم حياتي وسر سعادتي. يا رب ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، واغفر لهما الذنب يا رب.
واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي ودي ما ساكن قلبي. نحبك ماما شكرا 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 شكرا. أحبائي البر بالوالدين، على بالكم يا أحبائي لما تشوف برك شوفها مش مليحة في والديك، شوفها برك، عرش الرحمن يتزعزع. أحبائي البر بالوالدين مهم جدا. شكون يجمع جداته هنا يا اليوم؟ شكون؟ إذن الله يبارك، مرحبا بك مرحبا بك. عمو يزيد دلكم أغنية على الجدة، يقول فيها جداتي جداتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. على بالي باللي انتم كاع كي ديروا حاجة وتبغوا تهربوا من الوالدين تهربوا عند الجد ولا الجدة. لذا نقول أنا يا برغم كل مشاكستي ضوضاء لعبي ومشاغبتي، تحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. إذن جدتي أنت سر بسمتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. بالصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي، بالحب الصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي. وكم في صلاتك تدعيني بالخير والبركات، وكم في صلاتك تدعيني بالخير والبركات. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي. فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي. فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. وفي حضنك أنا كم أهنى، أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى. ودي من عمري تحيلنا فوردي يا جدتي، ودي من عمري تحيلنا فوردي يا جدتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. Thank you.
شكرا شكرا. إذن خذي من عمري لتحيي لنا، بوركتي يا جدتي. الجدة حبيبة الأطفال، الجدة ربي يحفظها إن شاء الله، هي اللي عندها حنان خاص زيادة على حنان الأم والأب. أحبائي على بالكم باللي، وخاصة إحنا في شهر رمضان المعظم، فعل الخير مهم جدا، فعل الخير في أخلاقنا في قيمنا. يا أخي تحبوا ديروا الخير؟ تحبوا ديروا الخير؟ إن ليس لك بما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق، فابتسامتك له صدقة. أحبائي أما السائلة فلا تنهر، وأما اليتيمة. شكون يقدر يقول لي هذه الآية من أي سورة؟ من أي سورة؟ يلا شوف الشطرة هذه. واسمك؟ سورة الدوحة. واسمك؟ اسمي عبير. عبير، شحال في عمرك عبير؟ 9 سنوات. 9 سنوات. وش هي السورة؟ سورة الدوحة. سورة الدوحة، برافو. رقم الآية؟ أنا باش نمد الكادو حتى نصعب السؤال. تعرفيش رقم الآية؟ معليش تعالي. شحال رقم الآية؟ شحال؟ 3. لا رقم الآية؟ رقم الآية؟ شحال؟ 21. رقم الآية؟ 21. لا وين العروسة اللي جاوبت على سورة الضحى؟ شحال؟ برافو. 9. هاي قالتها خلاص، هي الآية رقم 9، ولكن الهدية كانت على اسم السورة. معليش بنتي ما تزعفيش بزاف، الهدية كانت على اسم السورة. برافو بنتي، شاطرة. أعطي لها الميكرو تقولنا اسمها واسمك؟ لا، فريال. فريال، شحال في عمرك فريال؟ 10 سنين. شحال؟ 10 سنين. 10 سنين. رقم الآية وش هو قلتي لي؟ 9. رقم الآية 9 من سورة الضحى. برافو بنتي، برافو، شاطرة. ولكن الهدية كانت على اسم السورة، أعطيني الهدية تاعها، هي سورة الضحى، الآية رقم 9. إذن رامي يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو. إذن عمو يزيد لكم أغنية تاع الخير، نقول فيها: لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إذن لأني مسلم قلبي حنين، يلا. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق
فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، ألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، ألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. شكرا 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 شكرا. تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد. ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. صحة رمضانكم وصحة عمو يزيد. شكرا. نشكر كثيرا عمو يزيد اللي زارنا الولاية وهران، ونشكر كل من ساهم في هذا الحفل الرائع من شركة مهبول وشركة رامي وقناة شروخ تيفي. أنا نشكر عمو ياسين، ونشكر طادة نشيرة ومديرة. نشكر عمو يزيد لزيارتي إلى مدينة وهران. صحة رمضان وصحة عيدة. نشكر أبي وأبي رباح وعمو يزيد. نشكر عمو يزيد على هذه الحفلة وصحة رمضانكم. نشكر عمو يزيد اللي جانا في مدينة وهران وفرحنا. نشكر عمو يزيد لحضوري إلى مدينة وهران وصحة عيدكم. نشكر ديوان الثقافي اللي جاب عمو يزيد، وشكرا على الاستضافة، وصحة رمضانكم وصحة عيدكم. عمو يزيد. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.